يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال العبد في سره وجهره، يسمع أنين المظلوم عند ضعف صبره، ويجود عليه بإعانته ونصره. أحمده على القدر خيره وشره، وأشكره على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الآيات الباهرة، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، جاهد في الله حق جهاده طول عمره وسائر دهره، صلى الله عليه وعلى سائر آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فمن اتقى سعد في يومه وغده، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، إنكم لم تخلقوا عبثًا ولن تتركوا سدى، الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة، وليس في الآخرة إلا الجنة أو النار، وما بعد الموت من مستعتب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. فمنهم شقي وسعيد. معاشر المسلمين، الشقاء والشقوة من معانيها الفساد والضلال، ولذلك يقول المجرمون يوم القيامة: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. والأشقياء في دنيانا كثر، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان مهما حاول الابتعاد عنهم والحذر منهم، فإنه قد يصطدم بهم في يوم من الأيام في حياته. وهؤلاء الأشقياء درجات، كما هو حال كل شيء في هذه الخليقة. الإيمان والكفر درجات، والخير والشر درجات، وهكذا. فالأشقياء درجات أيضا، منهم من شرهم على أنفسهم فقط، ومنهم شرهم يطال الغير بالخطف والترويع والقتل. وهؤلاء هم أتعس وأشقى صنف، وهم درجات أيضا. ومن أشد درجات الشقاوة وأعلاها، هي التي ينقلب فيها الشقي إلى حالة هستيرية لا إنسانية ولا حتى وحشية. صنف آخر من البشر لا ضمير عندهم يخوف، ولا دين يردع، ولا عقل يزن، مخلوقات أنشئت على شر، ودربت على الشر، وأشربت بغض الناس والحقد عليهم، امتهنت القتل لمجرد القتل، بل والتلذذ به والتفنن في طرقه في أناس عزل أبرياء، رجال ونساء من مختلف الأعمار، بل حتى الأطفال لم يسلموا من قتلهم. أشقياء تعساء يعيشون بين الناس وما هم منهم، أسماؤهم مسلمة
لكن لو جئتهم بالقرآن كله ومواعظ الأرض كلها دون استثناء، وسقت نصوص الترهيب من عاقبة قتل المسلمين بلا حق، لما استجابوا ولا تأثروا. فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. هذا من أشار لأخيه بالحديدة، فكيف بمن قتله؟ هذه النصوص أيها الإخوة قد تكون نافعة لكم أنتم أيها المصلون، لكنها ستكون كلاماً لا قيمة له عند أولئك القتلة والظلمة الذين يستخدمونهم إلا أن يشاء الله. أيها الإخوة، إن من أبشع الأفعال التي تنافي الإيمان الصادق جريمة القتل العمد للنفس المؤمنة التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فهي الكبيرة التي لا ترتكب وقلب القاتل ينبض بالإيمان، إلا أن يكون ذلك القتل خطأ. هذا في تصور الإسلام. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لا يتصور يا عباد الله أن يقتل المؤمن المؤمن إلا خطأ. ولذلك اشتد الوعيد، حتى صح في الترغيب من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين من مات مشركا ومن أصاب دما حراما، سوى بينهما في عدم رجاء المغفرة لكل منهما. دل ذلك على عظم الجريمة، جريمة من قتل مؤمنا متعمدا. ولا أريد أن أطيل عليكم في سرد الآيات والأحاديث التي ورد فيها تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق، فهي أشهر من أن تذكر، ولكن حسبي في هذا المقام أن أذكر لكم آية وحديثا في بيان شناعة هذا الفعل. أما الآية فهي قول الله تعالى محذرا من الوقوع في هذا الذنب العظيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظروا يا عباد الله إلى ما ينتظر القاتل من عقوبات عظيمة، كل واحدة منها توجل القلب وتفزع النفس وتزلزل الكيان وترعب الجنان. أما العقوبة الأولى فهي أن جزاءه جهنم خالدا فيها، فيا ويل هذا القاتل ما أصبره على هذه النار العظيمة، وقد فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، أعاذنا الله وإياكم منها. أما العقوبة الثانية التي تنتظر هذا القاتل الآثم فهي نيل غضب الله جل وعلا. قال تعالى: وغضب الله عليه، ويا ويل من حصل لنفسه شيئا من غضب الرب العظيم جل وعلا. وأما العقوبة الثالثة فهي اللعن، أي الطرد من رحمة الله. وما أبأس هذا القاتل في موقف القيامة يوم يرجو الناس رحمة الله وهو قد حرم إياها بسبب ما اقترفته يداه بغير حق. وأما العقوبة الرابعة فهي وأعد له عذابا عظيما، وهذا العذاب لا يعلم مداه إلا الله جل وعلا. وأما الحديث فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. الدنيا بما فيها ترخص في مقابل دم المسلم. الدنيا بما فيها يا عباد الله دم المسلم أعز وأغلى منها. وهذا كله من أجل أن يعلم الناس أن النفس حرمتها عظيمة، وأن قتلها جرم عظيم. ولذلك جعل الله لها الصدارة يوم القيامة في القضاء في الحقوق. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فالويل ثم الويل، الويل ثم الويل لمن قدم على الله
في ذلك اليوم وفي رقبته دم امرئ مسلم، فكيف بمن في رقبته ما لا يحصى من الدماء المعصومة؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا عباد الله، إن من المصائب التي آلمتنا وما زالت تؤلمنا تلك الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في حق عائلات قتلوا بالجملة ومن غير وجه حق. ووالله ثم والله لا نجد الكلمات المناسبة التي تعبر عن مدى فظاعة وشناعة ما حدث، فإذا كان موت الأحبة وفراقهم بسبب مرض أو حادث أو غيرها من الأسباب، فإن موتهم يفتت الكبد ويدمي القلب والعين، فما بالكم إذا كان موتهم قتلاً بغير ذنب وبفعل فاعل وعن تعمد وإصرار، فالمصيبة تكون أعظم. ونحن وإن كنا مؤمنين بقضاء الله وقدره، ولا يموت شخص إلا بأجله، ولكننا نعلم أيضًا أن الإنسان خلق ضعيفًا، وليس من فُجع في أهله كمن لم يكتوي بهذه النار، نار الفراق ونار الظلم، فالمتفرج دائمًا بطل. ونحن لا نريد تجديد الأحزان وتفتيح الجروح، لكن الواقع يحتم علينا أن نعيد القول ونكرر المقال في هذه الفاجعة التي لم تشهد مدينتنا ترهونة لها مثيل، المقابر الجماعية. وما أدراك ما المقابر الجماعية؟ والله كل شيء في هذا الزمن يكون له صدى كبير ويأخذ أكبر من حجمه، إلا هذه القضية وهذه الكارثة تم تجاهلها وتم تهميشها بشكل صادم، وهذا ما يزيد الهم همًا على أولياء المغدورين. وما يزيد الطين بلة أيضًا هو أن بعض هؤلاء القتلة والمجرمين لا يزالون يصولون ويجولون في شرق البلاد، ولم نسمع أو نرى موقفًا جادًا من عقلاء وحكماء البلد هناك، ولا ندري ما السبب. فالكارثة كبيرة والمصاب عظيم، فما عسانا نقول؟ فالقضية أيها الإخوة بالنسبة لنا ليست قضية سياسية أو مسألة حرب وتنازع بين طرفين فقط، لا، فالمسلمون كانوا ولا يزالون يتقاتلون فيما بينهم، وسيتقاتلون إلى قيام الساعة. وهذا أمر وإن كان غير مستساغ ولا مشروع، فهو أمر يفهمه العقل ويستوعبه وتكون له أسباب ودوافع. ونسمع عن شيء اسمه أخلاق الحروب والمواثيق والعهود بين المتقاتلين وحقوق الأسرى، لكن ما حدث في مدينتنا بعيد عن هذا كله، بل تعدى الأمر إلى قتل النساء والأطفال والشيوخ والأسرى. فقولوا لي بربكم، أين الرجولة في قتل امرأة أو طفل أو مسن أو رجل أعزل؟ فلا يوجد تفسير منطقي لما حدث إلا أنه شذوذ وقتل لمجرد القتل. واليوم أيها الإخوة، ونحن نشيع جملة من إخواننا وأقاربنا ممن نالتهم
أيدي الغدر والخيانة، والذين نحسبهم عند الله من الشهداء من عصابة إجرامية طاغية معتدية أباحت لنفسها أنواع الإجرام من قتل وسلب حتى أدمنت رؤية الدماء فلا تنتشي إلا به، نقول لهؤلاء المجرمين: والله لن تفروا بجرمكم، ولئن استطعتم أن تفروا من أيدي العدالة في الدنيا فأين ستهربون؟ فأين ستهربون من عدالة رب السماء ودعاء الأمهات الثكلى والأرامل كالسهام تصعد وليس بينها وبين الله حجاب؟ وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وأقول لأهالي الضحايا الأبرياء والذين نحسبهم عند الله من الشهداء، نقول لهم: أحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم، فمصيبتكم هي مصيبتنا، وأبناؤكم هم أبناؤنا، وأبناؤكم هم أبناؤنا، ومن حقكم أن تطالبوا بالقصاص من المجرمين، وأن توصلوا صوتكم إلى أعلى الجهات المعنية، وتستوفوا جميع حقوقكم، المادية والمعنوية، فهذا حق مشروع لكم، ونحن نشد على أيديكم. واحذروا من التعدي والظلم، فلربما يكون المرء مظلوما فيتجاوز الحد فيصير ظالما. تثبتوا من الأخبار والشائعات، وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص الذين أشيع عنهم أنهم تورطوا في سفك دم أو حرضوا على قتل شخص ما. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا من بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه كلمات أوجهها لكل من عنده معلومة تخص هذه القضية، سواء كان شاهداً على قتل أو دفن جثامين أو أي معلومة من شأنها أن تدل الجهات المختصة وأهالي الضحايا أن يجدوا مفقوديهم وقد حرموا حتى من تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم وإكرامهم بدفنهم وتقبل التعازي فيهم، فأي ظلم بعد هذا الظلم؟ فمن يطمسون الحقائق ويقلبون الحق باطلاً والباطل حقاً هم مشتركون في هذه الجريمة بلا شك. فعن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وفي حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من أعان باطلاً ليدحض بباطله حقاً فقد برئت منه ذمة الله. وأخيراً عباد الله، أقدم نصيحة لي ولكافة الناس في ترهونة عامة ولمن ولاهم الله أمرنا في هذه المدينة خاصة بعد أن نجانا الله من هذه الشرذمة. أتلو عليكم ما نصح به رسول الله موسى عليه السلام قومه بعد أن نجاهم الله من فرعون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء، من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نسأل الله جل في علاه أن يعجل بهلاك الطغاة المجرمين البغاة المعتدين. نسأله جل في علاه أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين، وأن يكون لهم حافظاً ومعيناً وناصراً ومؤيداً، وأن يأخذ الظالم جل في علاه ليشفي صدور قوم مؤمنين ولتقر عيونهم بهلاك الظالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم توفنا مسلمين وابعثنا يوم القيامة مسلمين واحشرنا في زمرة سيد الأولين والآخرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا المقام ذنباً إلا غفرته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا عسيراً إلا يسرته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا ظالماً إلا إلى الحق أرشدته، فإن أبى فلا تدعه إلا قهرته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء،
يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.